ما حكم زيارة المريض إذا كان لا يصلي؟ زيارة المريض الذي لا يصلي لا تنبغي زيارته إلا إذا كان لقى في الدعوة، إذا كان يزوره للتحبب ويظهر أنه صاحبه وأنه صديقه لا. أما إذا زار ليدعوه إلى الله ويذكره بالحق الذي عليه لعله يموت على الإسلام لعله يتوب هذا طيب. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهودية وهو مريض، فدعاه النبي إلى الإسلام فهداه الله على يده وأسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. المقصود إذا زار المريض الذي لا يصلي أو مشرك معروف بالشرك أو ما أشبه ذلك من أنواع الكفر، إذا زاره للدعوة إلى الله لعل الله يأتي على يديه قبل أن يموت هذا محسن وله أجر في هذا. أما يزوره على أن صديق وحبيب ورفيق لا للدعوة إلى الله هذا لا يجوز، ليس بصديق ولا برفيق ما لم يترك الصلاة. يجب أن يهجر ولا تقبل دعوة ولا يزار ولا تجاز دعوته ولا يدعى إلى ولائم، بل يهجر بين المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة ومن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وروى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نسأل الله السلامة.